أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان في برنامج ليكن نور. حديثنا في هذه الحلقة ما هي الأدلة على وجود الله؟ صدق أو لا تصدق أنه رح نتكلم عن الموضوع مع أنه بصراحة يعني غير مستسيغ، لأنه يعني زي واحد بحاول يثبت وجود الشمس. على أي حال رح نتكلم عن بعض الأدلة على وجود الله، وأنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة. طبعا الكتاب المقدس مليء بالأدلة الكتابية، ويكفي أن نقول شخص يسوع المسيح أكبر دليل، ولكن مع هذا توجد أدلة عقلية منطقية اللي هي مش خارجة أو ضد العلم أو ضد المنطق، بالعكس يعني هي بتثبت وجود الله. فرح نتكلم في هذه الحلقة عن هذا الموضوع، ولأنه موضوع في غاية الأهمية أنا بدعوك مش بس أنت تشاهد، إذا بتعرف أي شخص بهمه هذا الموضوع اتصل فيه حتى يشاهد هذه الحلقة. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.